صباح الخير، صباح النور، صباح الورد والياسمين. نتمنى تكونوا كامل ملاح وانتم متفرجين هذا الفيديو. على بالي يعجبكم بزاف هذا النوع من الفيديوهات، الو غادي سيديت ندير لكم هذا الفيديو. فيديو تحفيزي، فيديو تاع نشاط، فيديو تاع غسيل، فيديو تاع تخمام. مهم كما راكم تشوفوا اليوم كنت مغدي، كنا بثلاثه ما نخدمش، دونك ديسيديت نخمل بيتي، نحي الغبره. كنت عندي بزاف ما نحيتش، وقيله 3 ايام ولا 4 ايام ما نحيتلهاش الغبره، ما نحيتلهاش الغبره. دونك هنا هاد لي مابل نمسحهم انايا باللانجات، نعاود بهم بالناشف باسكو ما لقيتش برودوي هكا سبيسيال لهاد البوا، لهاد لا ماتير، وثاني نخاف عليهم لا يفسدولي. دونك غير نمسحهم بحاجه مشمخه، نعاود نجوز لهم بحاجه ناشفه باش ما يفسدوليش. هنا لي دغات ديالي كنت ما عنديش بزاف اللي بدلتهم، دونك حبيت برك ننفضها لهم، هذيك الغبره وهذيك تخش هكا اللي يكونوا فيهم. دونك انا نستعمل هاد لابغوس، دايرتها سبيسيالمون على جل لي دغا، على جل لو لي تاعي، ننفض بها لو لي تاعي البنك ديالي. باش ما نزرزقش بزاف الدنيا، باسكو نغسل برك البيبان تاع كاع الدار ونخرج عندي رونديفو. كي نولي نكمل الشغل تاعي. انا حبيت ندير ان غاتو بور ريجيم، هاد لو غاتو ساعدني بزاف الريجيم ديالي، سورتو هكا كي نجوع وما نلقاش واش ناكل هكا الصباح ولا وقت القهوه هكا على 4 تاع العشيه، ساعدني بزاف. وما فيهش سكر، ما فيهش فرينه، ما فيهش زيت، ما فيهش زبده، دونك فيه غير زوج حبات بيض ومغرفه كبيره كاكاو وساشي لا ليفور مع زوج حبات بنان يكونوا طايبين، تميكسيهم وتحطيهم يطيبوا. كنت شاركت ديجا هاد الوصفة معاكم في القناة، أني نحط لكم الرابط تاع الوصفة هادي في صندوق الوصف ولا في أول أول تعليق متعدد. هنا كنت راح نماريني البولي باش نديرو في لي تاكوس، أنا نقطعو هكدايا دي ترونش ونمارينيه ونخليه يشرب هاديك التتبيلة ديالو، من بعد نقليه هكذاك دي ترونش، ما نقطعوش هكا مرصوات ومن بعد نقليه. المهم هنايا كنت درت له الثوم، الفلفل الكحل، الكركم، الكمون و سكنجبير والفلفل الاحمر تاني، درته له شويه حار، الفلفل الاحمر هذاك يجي حار، وشويه لا موتارد والزيت، الملح بيان سور وشويه قارص. نخليه يتمارينا كما قلت لكم ومن بعد نقليه، كي يلحق وقتو نقليه. راكم رايحين تقولوا لي درتي تاكوس وستي درتي غاطو تاع ريجيم، لا لا ما درتهمش ليا، هذاك الغاطو سي بور موا، درته ليا باسكو راني ريجيم، وتاكوس هذاك باسكو راجلي حب ياكل تاكوس. انا ليا درت اون سالاد، سالاد فيرت هكا يا شلاضه ورق مع الخيار وزوج حبات بيض تعشيت بهم،
وهو كان تعشى بالتاكوس. سمحوا لي لا كنت تسمعوا الحس تاع دراري، باسكو انا كل ما نجي حنوريجستري دراري تاع الحومه كاع تنفح لهم يخرجوا، تنفح لهم يعيطوا، مولي بيع البيض يجي، مولي بيع البطاطا كامل. هنا لاباط تاع لي تاكوس جايه بزاف خفيفه ودي بزاف هايله، تخلطوا كلش على ضربه وتعجنوها شويه برك وتخليوها تخمر فريمون، ما تشدش كاع ديك اليد وتجي بزاف هايله. سييت بزاف لي غوسيت تاع الخبز تاع التاكوس ما خرجوليش، هذه برك اللي خرجت لي، هذه برك اللي نجحت معايا. الو هنايا لا غوسيت ما درتها لكمش، راني نخلي لكم الوصفه في صندوق الوصف ولا في اول تعليق مثبت. كانت هذه فيديو تاع اليوم، نتمنى تكون عجبتكم. ما تنساوش تخليولي ان لايك و ان كومنتار، ونتلاقاو في فيديو واحد اخر ان شاء الله.